واخيرا دش حبيب الجم عزيز مشعان. طال انتظاره عبد العزيز، طال انتظاره حقيقه. كنت محترف رايح صوب الجول. ايش قاعد يصير؟ ايش قاعد يصير؟ ايش قاعد يصير يا جماعه؟ مشعان صار جولتي، مشعان لبس جولتي ويلبس السوس بعد. خطره يلعبها بين فيها ويعدي صفوف الدفاع ويكمل ميمي يا جول. جول الله عليك، الله عليك. العبها واستغل الوقت مشعان ويهاجم. ليش تهاجم؟ ليش تهاجم يا مشعان؟ لا تحق الكرة، لا تحق لها. صرف جولتي امنا بالله. شكله تهاجم ويعدي بس خلاص. خلاص يا مشعان، لعبتها يا مشعان. وقت وقت هاي. خلي الجول يتيم، خلي الجول يتيم. ليش خلي الجول يتيم يا مشعان؟ حبست الدنيا يا مشعان. عندكم يا شباب، عندكم يا صيده صيده يا مشعان. عرفناها بالعقل، طبيب التقويم ما يعالج عصب. Surprenante avec le portier de l'AS Monaco qui va tenter d'inscrire un but sur coup franc. Subasic face à Régis Gerner, ça serait vraiment une des images de cette journée. La frappe de Subasic et le deuxième but. J'ai cru un moment que c'était Ibrahima Touré qui allait s'élancer, il a attendu et c'est Subasic. Побеждаете, там все гораздо быстрее. Ой, какая ошибка, и момент для Спартака, чтобы матч закончить. Так и получается. Квинси Промес забил таки, но сами себе пешкалинцы привезли гол. Он остался в центральном круге, мы с вами смотрим еще раз повтор. И момент для Спартака, чтобы матч...
Шик.